ينضم معنا من رام الله المحلل السياسي الدكتور أحمد رفيق عوض. دكتور أحمد أهلا بك معنا. مسؤول أمريكي يقول إنه من المؤسف أن تضيع السلطة الفلسطينية فرصة مناقشة مستقبل المنطقة. ما هو المستقبل الذي من الممكن أن يحمله نائب الرئيس الأمريكي من ناحية السلام الذي يتحدث عنه للفلسطينيين؟ أنا أشكرك على هذا السؤال. بالضبط، ما هو هذا المستقبل الذي يمكن أن يحمله بالذات هذا الرجل مايك بنس، الرجل الذي يتحدث إلى الإسرائيليين ويبارك لهم أن أمريكا في خدمة إسرائيل ومصالح إسرائيل، ويبارك لهم أن أمريكا تقف معهم وتعترف بالقدس عاصمة لإسرائيل. كان خطابا مؤثرا، كله خطاب توراتي بمصطلحات توراتية. بالتالي ما الذي يمكن أن يحمله هذا الرجل إلينا؟ أي مستقبل يتحدث عنه؟ بالتالي شكرا لك على هذا السؤال وعلى هذا التوصيف أيضا. وبالتالي عندما الأمريكيون ينسفون أسس العملية التفاوضية التي صبرنا عليها 25 سنة ونحن ساكتون ونحن نعتقد أن التفاوض، أن الرعاية الأمريكية اللي نعرف أنها ليست نزيهة، ولكن كنا نسكت أنه ممكن أن نصل إلى دولة. عندما يقول ترامب ونائبه أنه حسب المفاوضات، حسب عملية التسوية بأن القدس عاصمة إسرائيل، على ماذا نفاوض؟ يعني إحنا والأخوة السعوديين، وكل احترام للوزير الثقافة السعودي الذي أكد هذا الموقف السعودي الذي نريد أن يتأكد كل يوم حقيقة، لأنه هذا يقود المنطقة ونريد أن يقود المنطقة، أنه بدون القدس عاصمة الفلسطينيين والدولة الفلسطينية والدولة والمسلمين والعرب أيضا، فما فيش داعي للسلام على فكرة، فيش داعي للتسوية. بالتالي ليأسف كما يريد، لأنه هو الذي الأمريكي أقصد هو الذي تخلى عن أن يكون له شرف رعاية العملية التفاوضية، أن يكون له أن يقود تطبيق القانون الدولي، أن يقود العالم إلى الاستقرار والسلام. هذا كله خسره الأمريكي. وبالتالي ما الذي يمكن أن نحن نخسره إذا قاطعنا الأمريكي؟ إحنا محتلين على فكرة، احنا الشعب الفلسطيني محتل، كل فلسطين التاريخي محتل. لن نخسر كثيرا ولن نأسى على اي شيء اخر. نحن نريد حقوقنا، وحقوقنا وموقفنا هذا لا يتاكد ولا يتدعم الا باجماع عربي تقوده كل اخوتنا العرب، السعوديه، مصر، الاردن، وكل باقي الدول العربيه، لانه هذا موقف يعني صعب على فكره، صعب نواجه امريكا، صعب نعاندهم، اكيد صعب، لكن ان شاء الله بصمودنا وصبرنا واخوتنا العرب والمسلمين نستطيع ذلك. هل وصلت رساله الفلسطينيين برفضهم مقابلة مايك بنس؟ وكذلك هناك رموز من العالم الإسلامي وحتى المسيحي كذلك رفضوا. هذا صحيح، بالتأكيد الرسالة وصلت، وكما قلت حضرتك يعني الرسالة العربية الإسلامية والمسيحية وصلت. على فكرة المسيحيون أيضا بين قوسين بشقيهم الكاثوليكي والبروتستانتي ايضا هم يعارضون ان تكون الاسرائيل هي تختطف مدينه القدس. هذه لا احد يختطفها، هذه مدينه الهيه لا احد يختطفها. بالتالي راينا هذه الموجه العاليه من الردود الافعال. على كل، الرساله وصلت، ولا بد ان يكون هناك مقاربه جديده ما دام اسرائيل امريكا نسفت العملية التسويه وقذفت الجميع الى العراء. على فكره قذفت الجميع، يعني اصدقاء وحلفاء، يعني العرب المسلمين وايضا اسرائيل قذفتهم بالعراء لانه فيش تسويه الان. اذا لابد من غطاء اخر غير ما كان عليه الامر قبل 4-5 ايام. لابد من البحث عن مقاربه اخرى. هذه المقاربه الاخرى على امريكا ان تدفع ثمنها. العرب والمسلمين، ماذا قد يكون هذا الغطاء الذي تتحدث عنه؟ الغطاء، هذا سؤال ايضا مهم جدا، انه هل نتحدث الان عن وساطه جديده ولا عن انهاء احتلال؟ هل نتحدث عن سلطه فلسطينيه تخضع للشروط والهوامش والاملاءات والتمويل الغربي الامريكي، ولا نغير المقاربه كلها؟ هل نغير العلاقه؟ هل نخلق جبهه عربيه اسلاميه مختلفه؟ هل نخلق جبهه دوليه مختلفه؟ هل نتوجه الى الامم المتحده بطريقه مختلفه؟ هل نغير وضعنا القانوني؟ هذه كل اسئله مطروحه. هل نذهب الى خيار الدوله الواحده؟ هل نذهب الى خيار الابرتهايد؟ هل نذهب الى الكونفدراليات؟ هل نذهب الى الفيدراليات؟ واضح انه احنا الان في خضم بحث عن مقاربه جديده للتعاون او للتعامل مع اسرائيل التي تريد ان تحسم المفاوضات، ومع امريكا التي نسفت الفكره التفاوضيه. اسرائيل متفائله بان يكون هناك اعتراف من دول اوروبيه، يعني ما هي الخطوه المتوقعه من الحكومه الفلسطينيه في حال تم ذلك؟ وهل يعني برايك من الممكن حدوث هذا؟
حدوث ماذا بالضبط حتى أفهم؟ حدوث أن تؤيد بعض الدول الأوروبية أو تعترف بما اعترف به الرئيس الأمريكي من أن القدس هي عاصمة لإسرائيل. هذا مستبعد كثيرا. أولا التحرك العربي والإسلامي بالذهاب إلى المجلس الأمن لإصدار قانون يقطع الطريق على قانونية أو شرعية القرار الأمريكي، هذا أولا. ثانيا أقرب حلفاء أمريكا إلى أمريكا رفضت القرار، أتحدث عن أستراليا، كندا، المكسيك، رفضت بريطانيا، رفضت هذا القرار لأسباب. على فكرة أمريكا أهانت العالم كله عندما لم تخضع للقانون الدولي، يعني الأوروبيين مش لسواد عيوننا أخذوا هذا الموقف، لأنه أمريكا عمليا أهانتهم. إذا أنتم مجتمعين مشان الاستقرار الدولي وأمريكا تخرج عن الاستقرار الدولي عمليا، مش بس بفلسطين تخرق القانون الدولي، في أي مكان آخر. بالتالي هذا مهم. ثلاثي وهذا مهم جدا، الأوروبا الاتحاد الأوروبي لا يستطيع أن يغامر بمصالحه للعالم العربي والإسلامي، لأنه إذا تم اعتراف بشكل أو بآخر بالاتحاد الأوروبي بالقدس عاصمة لإسرائيل، عمليا تنتقل كل موجات العنف، الكراهية، الإرهاب اللي بدك إياه سميه لمدن أوروبا كلها. وعلى فكرة حرب داعش أوروبا دفعت ثمن ذلك. هذا أحد أسباب الاتحاد الأوروبي ليش ضد. نعم، وضحت الصورة في هذه النقطة. لأنه أنا أشكرك على كل حال، شكرا جزيلا لك. كنت معنا من رام الله المحلل السياسي الدكتور أحمد رفيق عوض، شكرا جزيلا.